السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جبت لكم هذه البياسة، هذه اللي على شكل تخافل. إن شاء الله نخدموها مع بعض. هي حاجة سهلة، تبان كذا صعيبة، بس هي خدمتها بشوية دقة برك وتتخدم عادي. هذا لو تخافل نقدروا نخدموه في اي حاجه، نقدروا نزوقوا به حوايج تاع كروشي، نقدروا نديروا به ان شاء الله الا كتب ربي صدر. ليسونسيال هذه البياسه تقدري تحطيها في عده اشياء. نقدروا نوضعوا لها كيما هكذا، كيما درت هنايا بالاخضر، تنجمي ديري لها نوع من التلوين، تحطي لها الأحمر، جربتها ثانيك بالأحمر هكذا. يعني الحجرة اللي تحطيها تطلع هايلة. أنا نفضل هاد لي بتيت بيغل هذو. لاحظوا كيفاش تجي تحفة. نجمو ثانيك نديرو لها هاد لغوج، يعني لك الاختيار، تحطي فيها واش تحبي تخليها هكذا تخافل سامبل وتحطيها. انا جو بريفير هكذا، حاجه شابه و متحوفه. نبداو ان شاء الله. شوفوا انا لهنايا هذه خدمتها بخيط عندي شويه خشين، اللي هو هذا، خدمت بهذا. هذا متوفر في بعض الأماكن من ولايات الجزائر، ماهوش متوفر في الولايات كامل ولا في الخارج ثاني كاين. أنا راح نخدمها دركا معاكم بالخيط الجزائري العادي. هذا نخدموها مع بعض ونشوفوا كيفاش راح تخرج لنا بالخيط العادي. لهنايا هزيت باش تجيني شوي خشينة، هزيت زوج من الحرير وواحدة من المسلك، زوج من الحرير وواحدة من المسلك باش تجي نوعا ما يابسة شوية ويبانوا فيها هذا الخطوط هذو اللي هما اللي مبهينها. كي ندير الخيط رقيق ما يبانوش. اول حاجة راح نبدا، هام ثلاث خيوط درتهم مع بعضهم، ثلاثة. راح ندير دائرة سحرية، حنخدم بالكروشي واحد مليمتر اللي هو رقم 12. ها هو، حندير دائرة سحرية كالعادة، نلويو الخيط واللوية الثانية راح تكون للخلف، نسحبو هذاك الخيط هكذا، نبقاو حاكمين بيدينا هكذا وندير العقدة تاعي تاع البداية. ما نخليش الخيوط هذو يهربوا لي، باسكو راني قاعدة نخدم على ثلاثة والحرير كيما راكم تعرفوا يهرب شوية من اليد، لازم تتحكمي فيه. الآن واش راح ندير؟ راح ندير سلسلة تاع عشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. درت سلسلة تاع عشرة هكذا، سلسلة تاع عشرة. أنا واش نديرو؟ راح نلوي الخيط مرتين باش نديرو عمود بلفتين، ونحسبو واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونديرو الكروشي في العين الخامسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، حندير في الخامسة ونخدم عمود بلفتين هكذا، عمود بلفتين. الآن في العين الموالية راح ندير عمود، بصح العمود هذا يجي مبدل شوية، يجي نوعا ما طويل. لاحظوا في العين اللي من وراها دورت الخيط على الكروشي مرة واحدة، ونروحوا للعين اللي من لوراها ونخدمو العمود
كي نلحقوا لهذه المرحله ما نهزوش زوج مع بعض وزوج مع بعض، راح نهز الخيط الاول فقط، هكذا نهز الخيط الاول فقط، لاحظوا، ومن بعد نهز زوج، ومن بعد نزيد نهز، لاحظوا خلفت خيط، نعاود نلوي الخيط مره، نجبد، حنجبد الخيط على هذا فقط، ومن بعد اثنين واثنين، لاحظوا يجيني عمود ولكن نوعا ما شويه طويل على العمود العادي، من بعد نديرو عمود عادي، عمود نجبدو مرتين، نزيدو نجبدو مرتين، عمود عادي، من بعد ندير نصف عمود، نصف عمود، من بعد غرزة حشو، من بعد منزلقة، حنهبطو من الكبيرة للصغيرة، هنا تجينا السلسلة، يجينا عمود بلفتين، عمود طويل، عمود عادي، نصف عمود، غرزة حشو ومنزلقة، نزيدو نديرو منزلقة في الدائرة السحرية تاع البداية، نزيد ندير منزلقة ثانية في الدائرة السحرية تاع البداية، ما نخليش الخيوط هذو يهربوا لي، هكذا نعاودو نفس العمل أربع مرات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نلفو الخيط مرتين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في الخامسة رايحين ندخلو الكروشي ونخدمو عمود بلفتين، بعد عمود طويل ندخلو هكذا على العين الأولى، بعد نسحبو اثنين، نزيدو نسحبو اثنين، بعد عمود عادي، بعد نصف عمود، بعد غرزة حشو ومنزلقة، ونزيدو منزلقة في دائرة السحرية، لاحظوا تشكلوا لي اثنين هكذا، نعاودو نفس العمل، نديرو الثالثة ونديرو الرابعة ونرجع لكم، لاحظوا خدمت أربع مرات، الخيط هذا نخليوه لهنا، نخليو الدائرة هذه مازال ما نحصروهاش، مازال ما نقفلوهاش، داكش مازلنا نحتاجوها، لهنا درت غرزة المنزلقة في الدائرة تاع الوسط، راح نروح مباشرة للمنزلقة هذه اللي في البداية، هنا وين عندي منزلقة، نعاود دركا العكس، نخدم منزلقة، هكذا منزلقة، ومن بعد فوق غرزة الحشو تجي غرزة حشو، فوق نصف عمود يجي نصف عمود، وهكذا من بعد عمود عادي، من بعد عمود طويل، ومن بعد عمود بلفتين، لاحظوا عمود بلفتين، من بعد سلسلة تاع ثلاثة، نجيبو لهنايا للوسط، نديرو منزلقة هكذا، لاحظوا كيفاش
تشكل لنا. الآن راح ندير سلسلة لهنا باش تشكل لي هذا الخط اللي في الوسط لهنايا. واش ندير؟ لاحظوا كي نجبدوا شوية الخيط كيفاش نلقاو دوائر. هذو الدوائر في الوسط هذو هما اللي راح نخدموا فوقهم. لاحظوا واش نديروا؟ راح نروح للدائرة، نسحب الخيط من التحت ومنزلقة هكذا، نروح للدائرة أو الفراغ الموالي ونسحب اثنين، نسحب ثلاثة ونسحب أربعة خمسة ستة، حيجي منها خمسة أو ستة هكذا. بعد نكمل وحدة في الدائرة السحرية وراح نروح مباشرة هكذا. لاحظوا كيفاش يتشكل، حنروح مباشرة للثاني بتيلة الثانية وندير غرزة منزلقة غرزة حشو نصف عمود عمود، يعني كل واحد يجيه زيه مقابلو، عفوا عمود لهنا عمود عمود طويل. هذا العمود الطويل نسيت كيفاش اسمه فرنسي، دوك نلقاه ونحطه لكم. عمود هذا الطويل اللي يجي هكذا، تهز العين الاولى ومن بعد هذو الزوج بركه، عمود بلفتين هكذا وسلسله تاع ثلاثه وغرزه حشو لهنايا. من بعد نروحوا لهنا للعمود للمحور هذا تاع النص ونديروا غرز حشو حتى نهبطوا للتحت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة، راح أجي في وسط الدائرة. لاحظوا كيفاش تشكل لي بداية تشكل لي لو تريفل. نكمل الثالثة والرابعة ونرجع لكم. لاحظوا كملت لي بيتال في ربعة، لاحظوا كيفاش يتشكل لي لو تريفل. دركا اللي تحب تخليه هكذا تخليه، واللي تحب تزيد له هذيك لاتيج هذه تزيد له. لهنايا راح نزيد غرزة منزلقة اللي تجي في النص بركة، هذا الخيط صاي نهبطوه منا، ندير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، راح ندير سلسلة تاع عشرة. نروح للعين الثانية وندير منزلقة ونكمل غير بالمنزلقة حتى نكمل السلسلة كاملة، منزلقة وراء منزلقة هكذا حتى نكمل للأخير. هكذا داك الخيط نحصلوا على تسع منزلقات هكذا. نخليو الخيط هكذا من التحت ما نطلعوهش الفوق، نخليوهم من التحت.
ندوره راح نكمل في العين هذه هكذا من ظهر العمل باش نسحب الخيط هكذا انتهى هكذا نقصو حنجبد الخيط مليح هكذا لاحظوا كيفاش يتشكل لي وهذا تاع الدائره نجبدو مليح لهنا باش ما يهربوليش الخيوط نزيد نعقدهم مع بعضهم تاع البدايه وتاع النهايه حاولوا انها الخدمه تاعكم تكون معقوده مليح ومفينيا مليح على خطر الحرير يتحل لاحظوا لهنايا حنحاول اني نخفي هذا الخيوط نحكمهم مع بعضهم نشوف عين من هنا من التحت ونسحبهم هكذا نقص هذا الكبير انا الحرير نخاف منه يتحل ويفزت لي الخدمه وراح تكون الخدمه تاعي ماهيش متقونه لاحظوا هذو اللي بقاو لي راح نجيب البغيكي ونحرقهم ندير هكذا بصبعي لاحظوا باش يلصق العمل هو يلصق وتجي الخدمه محال انها تتحل ها هو لو تخافل كي نزيدو نعقبولو الحديد دقيقه فقط حندير المراحل كامل معاكم هكذا يتشكل لنا لو تخافل تاعنا هو في الحقيقه يبانوا هذا الخطوط هذو يبانوا لو كان درت الخيط على اثنين كانت تجيني اقل من هكا لاحظوا كي نزيد لها حجره هاي كيفاش تجي واللي تحب دير اون بيرل حندير لكم الاحتمالات كامل انا جو بريفير هكذا تخاف السامبل مع اون بيرل صغيره وخلاص اللي تحب انا هذو الحجر اللي عندي في الدار كل وحده دير اللي تحب دركا نرجعوا للحديد الحديد انا جامي ما نحدد هكذا الوجه نقلب للخلف هكذا ونعقب الحديد بالعقل نعدل البتيلات تاعي هكذا ونحددها كامله هكذا هكذا لاحظوا لو تخافل تاعي كيفاه جا هو في الخياطة بطبيعة الحال راح نعدلو هذا البتيلات هذه لصقوها من الفوق حبتش تركح فوالا هاهم لي تخافل اللي خدمتهم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تنساوش الاشتراك ما تنساوش لي لايك ما تنساوش لي جيم للا فيديو هكذا ان شاء الله تكبر القناة نعود ندير لكم المباشر
مباشرة مع التعليقات وإجابة على الأسئلة هكذا ما نقدرش ندير. إن شاء الله تطور القناة بيكم انتوما ماشي بي أنايا، وإن شاء الله نكون عند حسن عند حسن ظن الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.